أهلا وسهلا بيك أستاذ سارة. بداية بس قبل ما نتكلم عن الإنجاز الكبير بالنادي الأهلي، أنا كنت متفائل ببرنامج السادسة، لأن السادسة بإذن الله هو تأهل النادي الأهلي لكأس العالم، اللي يحقق رقم قياسي جديد غير مسبوق بالنسبة لعدد المشاركات، ومتفوقا على ريال مدريد كصاحب المشاركات الخمسة. بشكرك جدا طبعا، وخليني اتكلم معاك، هرجع معاك طبعا لكأس العالم للأندية والرقم القياسي ده، بس عايز اعرف منك في البداية طبعا رأيك في المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك وتتويج النادي الأهلي باللقب البطولة للمرة التاسعة. النادي الاهلي الحمد لله، وانا اسمحوا لي انا مش يعني انا بختلف مع الصحفيين والاعلاميين اللي بيخبوا انتمائهم، لا انا اهلاوي من لما كان عمري 4 سنين، وانا اتشرف ان انا اهلاوي، وان انا مش عمري ما بتكلم ان انا بقول انا بشجع مثلا بخفي انتمائي ولا حاجه. اتفرجت على المباراه كمشجع اكتر مني كصحفي. كصحفي شايف ان النادي الاهلي حقق الاهم في المباراه، الفوز بيها بنتيجه 2-1 الحمد لله. الاهلي بدايته كانت رائعه، شايف ان استحواذ الزمالك كان استحواذ في منطقه الملعب فقط. لو رجعنا للمباراه احداثها، هجمات الاهلي كانت اكثر خطوره، سيطره الزمالك بلا فاعليه، يعني الزمالك انا شايف ان ملهوش هجمه خطيره، وهجماته كلها جت بتسديدات، والحمد لله يعني الحمد لله على الفوز الاهم. لكن انا برضو بختلف مع الناس اللي بتتكلم على اداء الاهلي، لعب السوبر المصري في الامارات وكان مسيطر ومستحوذ واهدر 6 اهداف محققه، في النهاية الزمالك فاز بركلات ركلات الحظ فعلا الترجيحية. فعلا، هي دي تمام. يمكن المباريات النهائية برضو او مباريات البطولات، يعني الفكرة في الاخر احنا التاريخ بيفتكر كمان البطولة، انه مين اللي خد البطولة مش مين استحوذ اكتر او كده. ونادي الاهلي قدم مباراة كويسة جدا. عايز اسألك ازاي نجح موسيماني بفضل خبراته في ان هو يقرأ المباراة ويقرر الفوز على الزمالك في تاني نهائي افريقيا؟ موسيماني انا بعتبره نجم المباراه الاول. موسيماني بدانا المباراه بشكل، الاهلي بدا المباراه بشكل ممتاز. حسين شحات اهدر فرصه هدف محقق، راسيه عمرو السوليه اللي سكنت شباك حارس الزمالك كانت متقنه من ركنيه رائعه للرائع التونسي علي معلول. شفت ان دور موسيماني بدا في الشوط الثاني، والشوط الثاني غالبا هو اللي بيبقى شوط الحسم، شوط المدربين. موسيماني بتعليماته كانت ليه لقطه رائعه لما خلى السد العالي للنادي الاهلي محمد الشناوي اتكلم مع اللاعبين، دي كسر يعني كسر يعني طلع اللاعبين بين من اجواء الشوطين. المباراه، طلع اللاعبين من اجواء المباراه، طلع اللاعبين من التوتر اللي فيه لما أكيد القائد اتكلم معاهم. موسيماني نجح في الشوط الثاني في تغيير دفة الأمور. الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، الأهلي أهدر فرصتين محققتين، منهم فرصة لحسين الشحات، منهم تسديد لمجدي أفشة بجوار المرمى. الأهلي فرض أسلوبه في الشوط الثاني، أنا عكس إن الزمالك كان أفضل، الزمالك راح للشوط الثاني بتسديدة زيزو اللي في العارضة. موسيماني عرف يقرأ المباراة كويس بشكل ممتاز، عرف يوجه اللاعبين كويس. الروح الفانيلا الحمراء بدأ بالضبط من الدقيقة 75، وده قدر الأندية الكبيرة، قدر أندية البطولات، قدر أحسن نادي في الكون النادي الأهلي، قدر نادي القرن الرسمي والحقيقي النادي الاهلي. روح الفانيلا الحمراء ظهرت، معدن النادي الاهلي ومعدن لعيبه النادي الاهلي بيظهر في الاوقات الحاسمه. موضوع ان الاهلي بيهدف في الدقيقه 86 وفي الدقيقه بلس 90 دي ما يعني دي مش وليده الصدفه ولا بضربه حظ، لا ده باداء متقن بروح قتاليه بروح الفانيلا الحمراء
تورثت لها اللاعبين من جيل، يعني من جيل الى اخر. الحمد لله كان هدف أفشة حاسم في الدقيقه 86، الاهلي لما بيحرز اهداف في الاوقات دي خلاص المباراه انتهت اكلينيكيا. كنت شايف مين نجم المباراة من النادي الأهلي؟ النادي الأهلي أنا كنت شايف صعب أختار نجم المباراة، وصعب أقول السولية، وصعب أقول أفشة. أنا شايف إن النادي الأهلي هو النجم. وده احسن اجابه ممكن الحقيقه تقولها. خليني اسالك، انه الاهلي خلاص اختتم استعداداته النهارده عشان يواجه الاتحاد السكندري في نص نهائي كاس مصر بكره، شايف فرص الاهلي في بلوغ النهائي قد ايه؟ بص يا استاذه ساره، اتفضل. الكابتن محمود الخطيب أسطورة القرن الحقيقي بقى، الكابتن محمود الخطيب أفضل رئيس نادي في مصر، الكابتن محمود الخطيب أفضل لاعب في تاريخ مصر، الكابتن محمود الخطيب المهذب الخلوق المتربي، وحط تحت المتربي دي ألف خط. قال كلمة في الحفلة في اليوم التالي للنهائي، قال إن الأهلي مش احنا ما بنفرحش كتير، وده قدرنا، لان بننتهي من بطوله بندخل في بطوله ثانيه. والحمد لله، يعني انا كنت كاتب الكلام ده في مقال لي في احد المواقع المصريه، ان النادي الاهلي مش هو النادي اللي بيفرح ونقعد نفكر، احنا كجماهير النادي الاهلي لا. جماهير النادي الاهلي حاليا بتفكر في العاشره، البطوله العاشره. اكيد اللي جماهير النادي الاهلي بتفكر في كأس مصر، بتفكر في السوبر الأفريقي، بتفكر في السوبر المصري. مباراة الاتحاد بكرة صعبة جدا، إن شاء الله يكون موسيماني جاهز للمباراة بشكل كويس، يكون اللعيبة خرجت من أجواء الفرحة والانتصار بأغلى لقب افريقي حققه النادي الاهلي. اعتقد ان التشكيله مش هتختلف كثير عن النهائي، وباذن الله يعني المفروض اللاعبين يكونوا حذرين. نادي الاتحاد نادي محترم، نادي متطور. اعلم تماما ان موسيماني بيقدر نادي الاتحاد، لعيبه الاهلي دايما اكيد طبعا بيحترموا المنافس. مباراه طبعا مهمه جدا طبعا، بس خليني لازم معاك لكاس العالم للانديه، كنا بنتكلم عليه في بدايه حوارنا، وانه انجاز كبير بعد طبعا غياب ومره سادسه. شايف ازاي بقى فرص الاهلي، ازاي موسيماني ممكن يقدر يعمل انجاز في بطوله زي دي؟ احنا عارفين ان كان مع مستر جوزيه يعني وصلنا للمركز الثالث، شايف ايه ابعد حد ممكن يوصله النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه النسخه دي؟ احنا بس نجتاز اول مباراه ان شاء الله، ان شاء الله نستعد للبطوله كويس، نستعد البطولة بروح فانيلة النادي الأهلي، نحترم المنافسين. لكن أنا عن نفسي ما عنديش أي شك إن يعني أو ما عندي يعني أنا مش شايف إن صعب النادي الأهلي مثلا يوصل للدور النهائي، وشايف يعني دي ما فيهاش صعوبة، بس نحترم كل المنافسين. طبعا البطولة صعبة جدا طبعا، أنت بتقابلي نخبة الأندية في العالم اللي الأهلي نادي منهم. موسيماني عليه دراسة المنافسين بشكل جيد، منتظرين من الكابتن محمود الخطيب بيبو جلسة نفسية مع اللاعبين، منتظرين من اللاعبين القدامى قبل كأس العالم نجوم النادي الأهلي جلسات مع اللاعبين. لعيبة النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله بإذن الله شايفوا منهم، يعني احنا دي البطوله السادسه، فاحنا انا اسف ان انا بتكلم في بلفظ احنا، لا ده بالعكس، ده باين حبك جدا طبعا للنادي الاهلي، بشكرك جدا. تمام، فان شاء الله الاهلي قادر انه تمثيل مشرف، طبعا الاهلي ما عندوش حاجه اسمها تمثيل مشرف، قادر الاهلي للوصول للنهائي ان شاء الله، وما فيش حاجه بعيده عن ربنا، وبس يعني نحتاج توفيق المولى عز وجل، وان شاء الله ان شاء الله يقدر. بشكرك جدا استاذ حازم ماهر الصحفي بجريده الجريده الكويتيه، وباين قد ايه حبك للنادي الاهلي.